جبال تحبس الأنفاس، أودية مذهلة، وجروف صخرية عالية، ومزارع غنية بالفواكه والثمار، والعيون تتدفق بالليل والنهار. الديسة كما لم تشاهدوها من قبل. في منطقة تبوك وشرق محافظة ضبة يقع أجمل الأودية الطبيعية في السعودية. مياه جارية وجبال شاهقة، وادي الديسة، والذي عرف من قديم الزمان حيث كانت تحرس القوافل المتجهة إلى منطقة الحجاز بالمرور بالوادي والتزود من مياهه الوافرة والاستظلال بأشجاره الكثيفة. استوطنها الإنسان منذ آلاف السنين، فقد اكتشف فيها آثار نبطية وإسلامية، حيث يشير بعض المؤرخين أن أصحاب الرس الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم كانوا يسكنون في هذا الوادي. ومن الطبيعي أن يحظى هذا الوادي الجميل باهتمام ولاة الأمر في السعودية، فقد اعتمد لها مؤخرا مشروع خاص بتطوير منطقة الديسة. خصوبة الأرض واعتدال الأجواء ووفرة المياه جعل من الديسة منطقة زراعية بامتياز. فمنذ أكثر من 30 سنة بدأ المزارعون بتجارب جديدة، ونجحوا فعلا بزراعة الحمضيات والمانجا والفراولة والسدر بأنواعه، بعد أن كانوا لا يزرعون إلا النخيل.